اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه، ضيوفنا الاعزاء كابتن نايف العنزي وسعد محمد الغامدي، وانضم معنا عثمان القصب المستشار الطبي للبرنامج ابو يوسف. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك، ارحب فيك وارحب بضيوفك الكرام والساده المشاهدين. شوف نبيك تعلمنا اليوم وش سالفه هالرباط، انت من اول حكيت عنه بس صراحه اللي صاير هالموسم شيء غريب يعني، وفقدنا اكثر من لاعب في اكثر من نادي. صحيح. ووليد عبد الله، عبد الله عطيف، فريدي وغالب، منصور الحربي، ابراهيم هزازي في الاهلي، ابراهيم هزازي، يعني اسماء كثير. كامل الموسم، كامل الموسم، يعني اسماء كثير صراحه. طيب. فقدناهم هالموسم، حنشوف تقرير اذا سمح لنا. صح. نشوف اللعيبه اللي داهمتهم اصابه الرباط وبعدين تشرح لنا انت ايش الموضوع. خلينا نشوف التقرير يا شباب. يبدو أن هذا الموسم سيذكر بعد سنوات باسم موسم الرباط، كناية عن كثرة تعرض اللاعبين السعوديين لهذه الإصابة الخطيرة. منصور الحربي، ياسر القحطاني، وليد عبد الله، إبراهيم غالب، فواز القرني، إبراهيم هزازي، محمد كنو، زامل سليم، ريان بلال، تركي الخضير، هادي العباس، ياسر الفهمي، وأخيرا عبد الله عطيف، ثم أحمد الفريدي. ولم يترك الرباط الصليبي في هذا الموسم حتى اللاعبين الأجانب في دورينا، حيث تعرض له محترف هجر الغاني نابي ساموا. 15 لاعباً ولا زال في الموسم بقية، وكل ما نتمناه ألا تزيد حصيلة هذا الرباط المشؤوم. وأمام هذا الكم الهائل من الإصابات تفرض التساؤلات نفسها عن الأسباب. هل نعاني سوء الإعداد البدني للاعبينا؟ أم أن مشكلتنا الكبرى في أرضيات الملاعب؟ وهل للأمور النفسية والذهنية دور أيضاً؟ هل هي كل هذه الأسباب وغيرها مجتمعة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مصادفة وسوء حظ في هذا الموسم؟ طيب طبعا احنا سبق زي ما ذكرنا بجود انه تكلمنا عن الرباط بشكل عام، لكن عشان بس نذكر السادة المشاهدين بوش هو الرباط الصليبي، نشوف احنا الفيديو الاول. الرباط الصليبي هو عبارة عن الرباط اللي يربط عظمة الساق بعظمة الفخذ، وهدف الرئيسي هو منع الساق من الانزلاق للأمام من عظمة الفخذ. يعني لو صارت هذه الساق وهذا الفخذ، الساق ما يتحرك للأمام أثناء الركض أو أثناء أداء الرياضة. طبعا في الركبة، أعطونا لحظة شوي، أعطونا الفيديو، هذا الفيديو اللي طلبته. أي نعم، أي هذا هو. سو أنت لو تشوف الآن هذه الركبة فيها الأربطة الداخل، الرباط الداخلي اللي هو على يمين الشاشة، الرباط الخارجي اللي على يسار الشاشة. الحين الصابونة وين، يمين ولا يسار؟ الصابونة هذه اللي قدامنا الآن، يعني إحنا قاعد نشوف الركبة من الأمام. من الأمام. أي نعم. أوكي. تمام. سو الأربطة الجانبية هي هدفها تحميل الرباط من أو حركة الركبة من الجانب. هذا الآن الأمام هو الرباط المتصالب الأمامي. هذا اللي نسمع فيه الرباط المتصالب الأمامي. اللي هو الرباط الصليبي الناس يسمعه. إيه؟ هو يربط الساق من الأمام بالفخذ من الخلف. زين، يعني انت مقدمه الساق الى عظمه الفخذ من الخلف. فعاده لما تصير الساق ممدوده يكون مشدود، فايش فايدته؟ يسحب الساق فما يخليها تزلق الامام، وهذا يعطي ثبات في الركبه ويساعد في ميكانيكيه الركبه، بحيث انها عشان انا بس احس اني فهمت، اللي على اليمين وعلى اليسار يحمون الساق والفخذ انه ما تروح يمين ولا يسار، صح ولا لا؟ أينا. واللي متصالب هذا اللي جاي بالشكل هذا اللي جاي بشكل متصالب يجي من الساق من الامام. لو فرضت الحين انا واقف قدام هذه الركبة اليمين، يبدا من الامام ويرجع في الفخذ من الخلف، وهذا فائدته انه يمنع حركه الانزلاق للامام، يعني باين معانا في الفخذ. والعكس في الثاني يكون من اخر الساق في مقدمه الفخذ. صحيح. وهذا عاده ما يصاب واجد، لانه لازم الركبه تصير مثنيه عشان يعني يكون مشدود، فيصير دائما في الحوادث. يعني تلاقي واحد اذا صدم لا سمح الله والساق حقته ضربت في الطبلون السياره،
الرجل مثنية فتخبط ترجع على وراء وبالتالي ينقطع الرباط الخلفي. لو تشوف الفيديو الآن يوضح مين من لعيبتنا أصيب بهذا الموسم؟ الرباط الخلفي نادر والله، ما يعني ما تصير، هي غالبيتها ما تصير في كرة القدم، لأنها زي ما قلت لك عادة تكون في إصابات، إصابات في الحوادث تكون أكثر. صارت في لاعب واحد وانتهى إبراهيم غالب، صار له حادث في الملعب ما جت لي. أنا حسب إبراهيم غالب، أنا بالنسبة للاعبين النصر على فكرة غالب والفريدي يمكن اللاعبين الوحيدين اللي أصيبوا بالرباط الصليبي من جراء مخاشنة، صحيح. عكس الباقين يمكن من حركة غير صحيحة للاعب، ولا لا؟ أي صحيح، لأنه الآن طبعا وش اللي ممكن يسبب لك الإصابة؟ اللي ممكن يسبب لك الإصابة هو الاحتكاك، يعني تصير في ضربة مباشرة، وعادة الضربة تكون من الجهة الخارجية للساق. لو نكمل الفيديو أستاذ فيصل، تشوف الآن عظمة الساق، الرباط يسوي يحمي الساق من الحركة هذه. شوف الآن الرباط الثابت يحميها من هذه الحركة، لو جت الضربة من الخلف والجهة الخارجية زي ما صارت مع إبراهيم غالب من وراء ومن الجانب الخارجي، هذا على طول الرباط ينقطع. الداخلي ولا الخارجي؟ يعني مثلا في الرجل اليمين يجي اللي يتحرك، وهذول هم اللي تقطع الآن. أي فاللي يصير أنه يكون في إصابة مباشرة. أنا ما ركزت على هذه في كلامنا لأنها واضحة، يعني واحد ينضرب فها واضحة. إحنا كان في تساؤل كبير أنه وش السبب اللي يخلي اللاعبين تجيهم هذه الإصابات من دون احتكاك، زي ياسر، زي عبد الله عطيه. ياسر كانت احتكاك، لكن مثلا عندك ياسر احتكاك، وليد عبد الله وعبد الله عطيف كانت ما فيها احتكاك. هذول اللي انا اتذكرهم طبعا، منصور الحربي، نعم كثير من اللاعبين. سو انا عشان نعرف يعني ايش القصه بشكل اوضح، اتجهنا للاحصائيات. طبعا مهم جدا نعرف انه الاتحاد العالمي لكره القدم بدا بالاحصائيات من 2000، سنة 2000 بدأ يسوي سجل إحصائي للإصابات بشكل عام. الهدف أنه يعرف وقت الإصابة، وهذه أنا ليش قاعد أتكلم عنها، لأنه حتكون هي الحل اللي إحنا نطالب فيه في النهاية. يقول لك وقت الإصابة، وقت الإصابة متى صارت، يعني في الموسم وفي المباراة، مكانها وين، في أي مفصل، ظروف الإصابة، يعني هي تداخل ولا من غير تداخل. بعد كذا أثر الإصابة على الجسم، وبعدين طور النظام وصار يحط فيه برضو معلومات عن صحة اللاعب، إذا كان عنده ربو ما كان، فسووا نظام صحي كامل للاعب زي اللي يكون عندك في المستشفى، وفيه ريكورد، فيه سجل عن إصابات اللاعبين. بعد كده لاعبتنا المسجلين فيه هذا في الاتحاد الدولي، أنا ما أعرف عن لاعبتنا. أنا كنت أتكلم مع الدكتور قاسم المعيد اللي هو رئيس الاتحاد السعودي الطب الرياضي، وبرضو الدكتور مبارك المطوع، كانوا برضو يتكلمون على أنه إحنا نحتاج أن إحنا نسوي هذا الموضوع، هذه السجلات. وإحنا سبق أن نتذكر إحنا لنا 3 سنوات وإحنا نقول في كل موسم عندنا مشكلة في الداتا، عندنا مشكلة في تحليل المعلومات. لأنه أنت لما تيجي تسوي تقول إيش السبب، لازم تعرف هذه الجهة المصابة وهذول المجموعة المصابين ايش سبب اصابتهم، وعلى اساسه تقوم انت بتنظيم برنامج معين للوقايه من هذا. طيب من يزود الاتحاد الدولي بهالمعلومات؟ أوكي. الاتحادات الاهليه ولا المستشفيات؟ خليني بقول لك، انا شوف هذه انا قاعد اجيب دراسات كلها منشوره. هذه دراسه نشرت في مجله علميه في 2013 في المجله البريطانيه للطب الرياضي. ايش عملوا؟ اخذوا من يعني كل نادي الجهاز الطبي يرفع تقرير بالإصابة، صارت إصابة يكتبها ويرسلها للاتحاد اللي هو الاتحاد الطبي الرياضي البريطاني. فجمعوا بيانات 1681 مباراة في 53 بطولة، وبعدين جو وقالوا طيب خلينا نحل نشوف وش المشاكل. طيب لقوا أنه 70% من الإصابات في الجزء السفلي من الجسم، يعني في الأطراف السفلية من الفخذ وتحت. 15% كانت في إصابات الرأس والعنق. أنت طبعا هنا تتكلم عن عموم الإصابات. عموم الإصابات. طيب نوع الإصابة اللي كان فيها مخاشنة كانت 70%، اللي كانت إجهادية كانت 20%.
ايش استفيد من هذه المعلومات؟ استفيد انه انا لما اجي اليوم اقول فيه مخاشنه معينه صار الان الاتحاد اللي هو العالمي للطب الرياضي رفع غير من نظام الكره، يعني صار الحكم الان اي ضربه في الكوع هذه على طول كارت احمر. ليش؟ لانه كان عندنا اصابات في الراس مثلا عاليه. نفس الحكايه على الرباط الصليبي. نجي نشوف نسبه يعني ممكن مثلا الاتحاد الدولي يوصل لمرحله انه اي لاعب يصاب بالرباط الصليبي يعاقب مثلا اللاعب اللي سبب له الاصابه، يعني ممكن يكون إذا هذا كان دافع لاصدار عقوبات. انا اتوقع ليش لا، لان زي ما قلت لك الان لانه اصابات في القوانين يدخلون شيء في القانون يحمي اللاعب. يعني الحين الضرب من الخلف ليش بطاقه حمراء؟ لانه يزيد من نسبه الاصابه. الضرب بالكوع زي ما قلت لك لانه يصير في عندك ارتجاج في المخ ويصير عندك اصابات يعني جاده، فعشان كذا الواحد او ممكن انه هالاحصائيات تغير حتى من قوانين اللعبه. خلينا نروح لنسبه اصابه الرباط الصليبي اللي هو موضوعنا. فيه يقول لك انه في 3% من نسبه اصابه اللاعبين في السنه الواحده ممكن تكون 3% من اجمالي اللاعبين، وواحد من كل يعني خلينا نقول اصابه واحده لكل 1000 مشاركه رياضيه في جميع المناسبات. يعني انت لو من كل 1000 مشاركه تشاركها يا لاعب عندك احتماليه انه في مشاركه واحده انك تتعرض للاصابه. هذا من جمع البيانات السابقه. حنروح معك عطري الاشياء اللي تسهل وتسرع الاصابه بالرباط الصليبي. حروح الفاصل وبعد الفاصل ارجع معك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة الحديثة. أزاي التواصل مع ضيوفنا الأعزاء. أبو يوسف، إحنا كنا نسألك قبل الفاصل عن الأشياء المسرعة أو خلينا نقول المؤدية للإصابة بالرباط. طيب في عوامل كثيرة جدا، لكن أنا بركز شوية على بعض العوامل اللي ممكن أنها يعني تزيد من خطر الإصابة، اللي هي في عوامل لها علاقة في ميكانيكية اللاعب نفسه أو ميكانيكية الحركة بشكل عام. في احد الدراسات درست تحليل الحركه، لقت انه غالبيه الاصابه تصير لما يصير اللاعب في يعني ثاني ركبته في وضع تقريبا 13 درجه للامام، يعني يصير توه مرخي الركبه وثانيها ثني بسيط، ومع بعض الحركات مثل القفز. يعني تلاقي بعد القفز وينزل على والرجله مثنيه، هنا الاصابه ممكن تكون اعلى، او انه اللي يسمونها السايد ستيبس اللي هو يعني الخطوه الجانبيه. بالتالي يعني هنا نجي يعني اللاعب اللي يتحرك بخطوات جانبيه ممكن يكون عرضه اكثر للرباط، عرضه اكثر، واللاعب اللي يقفز وينزل على اقدام مثنيه او على رجل مثنيه او ركبته مثنيه، هنا خطر الاصابه يكون اعلى. هذا وش يخليك يعني الان جزء من تدريب اللاعب المفروض يكون فيه نوع من انواع التمارين معينه يعلم اللاعب كيف يقفز وكيف ياخذ مثلا اشتراك هوائي. لما تجي تنزل لازم ما تنزل والركبه تصير ساقطه للامام. مثلا في دراسه امريكيه لقوا انه عاده النساء تكون اكثر عرضه من الرجال في باصابه الرباط الصليبي لانه عندهم مرونه في الاربطه اكثر. فسووا طريقه معينه في السقوط تخلي الركبة تطلع إلى الخارج، يعني علمونهم تمرين معين بحيث أنها تحمي نفسها من الإصابة. العامل الثاني اللي يعني ممكن أن الواحد يهتم فيه هو المخزون اللياقي اللي يكون موجود عند اللاعب. دائما الركبة تبدأ أو الجسم بشكل عام يبدأ يفقد الواحد السيطرة عليه إذا بدأ مخزونك اللياقي يضعف. فأنت لما يصير عندك اكثر من مشاركه معينه، يعني مثلا خلينا نقول اللي شارك مرتين
في مباراتين في أسبوع واحد يكون مثلا عرضه أكثر، ما بالك ثلاث مباريات يكون عرضه أكثر. فدائما ينصح هنا في هذا المنظور بأن اللاعب يكون دائما يمشي على برنامج لياقي معين. في حديث كان كثير على أرضية الملاعب صراحة، الأبحاث اللي منشورة فيها تضارب، في بعضها تأيد وبعضها تقول إنه هذا الموضوع مضخم، لكن في من يعني مش محسوم علميا بشكل كبير. ما هو محسوم علميا، يمكن لانه ما شافوا ملاعبنا هنا. والله يعني والله يعني حتى استاد الملك فهد تركي تتذكر في سنه من السنوات جت ثلاث اربع خمس اصابات في المشكله السنة. في رجليك يا حبيبي. اذا اعتذر. فهنا يجي نقول انه يعني للاحتياط لابد ان ارضيه الملعب تكون يعني متابعه بشكل طيب. الشيء الثاني، اللاعب لما يكون عنده إصابة لابد أن يكون متابع من فريق طبي مدرب مؤهل. إحنا للأسف في كثير من الأندية، وهذا حسب يعني برضو زي ما قلت لك الحوار اللي كان بيني وبين الأخوان في الاتحاد السعودي للطب الرياضي، يتعامل مع اللاعبين وهو أصلا ما عنده ترخيص مهني كلينيكي، يعني تلقاه ما عنده حتى مؤهل. زي هيئة التخصصات الطبية مثلا، الحين هيئة عشان تشتغل انت في اي مستشفى يعطونك رخصة ويقول لك والله هذا استشاري، هذا تخصص عظام. هذا طبعا هذا يعطى للممارسين الصحيين مش للإداريين. لا، يعطى للممارسين الصحيين. يعني انت متخرج علاج طبيعي، متخرج طب، متخرج مختبر، يعطيك تصنيف شهادة انه انت ممارس، أنت ممارس بهذا التخصص، وعادة يكون له يعني قيود. اللي صاير في الأندية ممكن واحد يصير يعني ماخذ الموضوع مثل الزراعة، عرفت، اللي توارثها على الأجيال ومدلك، أو يعني عارف الطب شعبي ولا whatever، ويقوم يصير هو يتعامل مع هذول النوع من اللاعبين. عندنا تجربة في يعني بلد قريب مننا، هو مثلا في قطر، احنا زرنا أكاديمية أسباير مثلا، عندهم مستشفى يسمونه مستشفى أسبيتار. مستشفى أسبيتار اللي مشرف عليه لما تقابلنا معاه قال لي شوف، احنا مسؤولين عن تزويد جميع الأندية بالطواقم الطبية، ما في نادي يجيب الفريق الطبي حقه، ما له دخل، ما لهم دخل، هم جهة مشرعة هي اللي تجيب الطواقم الطبية، وهي اللي تتكفل بتدريبهم، وهي اللي تتكفل بجمع البيانات اللي تكون في اثناء الاصابه، واللي تعطيهم تراخيص الممارسه. التراخيص تكون عن طريق الوزاره، لكن هو المسؤول عن التوظيف، يعطيك الجرين لايت، يعني هو اللي يجيب لك. انا اقول لك يعني انا بجيب لك مختص، انت اليوم مثلا انا لو اجي تركيا بسوي برنامج اعلامي، ما اجي انا لو بروح انا واجيب واحد ممكن ما اقدر اني انا استقطب الكفاءه واقدر احكم عليه، لكن لما اجي اكلمك انت عندك خبره في هذا المجال، فتقدر انك يعني تعرف الشخصيه المناسبه ولا لا. فهذول ناس مختصين كانوا في باريس سان جيرمان ولا كانوا في بايرن ميونخ، هم هذول اللي يختارون الطاقم الطبي. اللي بعد كذا نرجع لنقطه الاحصائيات. اليوم الفيفا مسوي برنامج اسمه فيفا 11 بلس، وتكلمنا عليه هنا تذكر في اكثر من مره، واثبتت الدراسات انه ينزل خطر الاصابه بنسبه تصل الى 70%. تخيل فعلا 70%، 70% مقابل انك تسوي وورم اب احماء ثلاث مرات في الاسبوع، وبدون برنامج الوقايه، برنامج وقايه، وقايه من الاصابات بشكل عام. شلون عرفوا هذا؟ بكل بساطه جمعوا الداتا معينه، جمعوا معلومات ولقوا انه في اصابات معينه هي اللي اكثر شيوعا، زين، فهذا حطوا لها برنامج وقايه. طيب سؤال بالله، موضوع يعني بسيط، الانديه تعرف البرنامج؟ يطبق في اليوم. انا كنت مع الدكتور احمد بن ناصر اليوم مسي عليه وصبح عليه بالخير، كان يقول لي عثمان يعني هو يقول زرت في اكثر من نادي ومتاكد انهم ما يطبقونه. انا مثلا اتذكر زرنا الاهلي، زرنا الهلال، اعتقد برضو الشباب، وكانوا يطبقون هذه البرامج. لكن اليوم احنا تركي هذه برامج يعني البيانات مجموعه على لاعبين من مجتمع اخر. احنا اليوم في السعوديه عندك اليوم جهه زي الاتحاد السعودي للطب الرياضي، زين يا اخي، عند موجوده وفيها ناس اكاديميين وباحثين وكلينيكيين على شهادات علميه عاليه، يا اخي عطهم الـ يعني الـ 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 الصلاحيه، خله يبدا يجمع هالمعلومات هذه ويسوي لك دراسة بحثية، مسح بحثي، ويقول لك يا أخي أنت غالبية المشاكل اللي عندك مثلا نتيجة التغذية ولا نتيجة نمط الحياة،
ولا يعني زميلنا الدكتور مبارك مطور مثلا في جزء من الابحاث اللي البحث الدراسه هو كان على عادات شو اسمه اللاعبين اللي هي عادات وتقاليد اللاعب. ف من الاشياء اللي لقاها انه المجتمع اللاعب ملتزم انه يروح عزايم ويروح يعني مناسبات وبالتالي يعني التزامه في روتين التدريب يكون أقل. اليوم انت في ريال مدريد قاعد يطبق مثلا شيء اللي هم يسمونه نسبه الاكسجين وفي الدم في اللاعب اللي يعني وقت اللاعب اقدر انا اعرف هذا زي تعرف كم مستهلك من نسبه من إيه مثل السياره الان صحيح. كفاءتها تكفيك مثلا 600 كيلو هذا اللاعب مخزون اللياقي يكفي كذا ويحسب يسحب بالدم ويعرف كم فيه حمض اللاكتيك اسيد هذا حمض يطلع مع الاجهاد. طب معلش بالله انت احيانا المعلومات توسع صدر واحيانا المعلومات تضيق الصدر عارف الحين في ريال مدريد يحسبون بالعينة الدم ممكن يطلع لك إيه؟ كم اللاعب هذا من عينة الدم الأكسجين اللي عندك بعد كم بكربن إيه؟ يعني بعد كم دقيقة أنت لازم تشوف له بديل. صحيح. أنا أبغى أسأل سؤال، عندنا هالإمكانيات يعني عندنا شباب ممكن يسوي هالشغلات؟ أنا بقول لك أنا زرت جامعة الملك سعود في قسم التأهيل إيه؟ واستغربت أنه في عندهم أجهزة تركي يعني والشباب لسه جايين من بريطانيا وجايين من 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 امريكا وعندهم هذا التخصص هو يعني يقول لك يا اخي انا جاهز جيبوا تبون احنا حاضرين. يعني مثلا خلينا نقول لو واحد من الانديه الان الموسم الجاي مثلا خلينا نحلم أي. تكلم مع الجامعه وقال لهم والله انا عندي معسكر واحتاج من عندكم شخص او اخصائي يكون معنا في المعسكر يعطينا والله بعد نهايه المعسكر الأكسجين في الدم ويعطينا اللياقة، ممكن أحد يسوي شيء زي كذا؟ صحيح ممكن وترى ما هي مكلفة يعني أنت تتكلم قد سواها نادي الشباب أظن تعرف أيام برودوم اختبار جهد القلب أيام برودوم إيه اختبار جهد القلب هذا يمكن الناس تعرفه اللي هو تركض على سير ويقول لك كم يعني يسمونه جهد القلب عند المريض يشوفون القلب بعد كم يبدأ إذا كان في أي أمراض يعني يتبان على المونيتور على المؤشر أيه؟ نفس الفكره طيب بس يعني ابو يوسف اسمح لي تركي أيه؟ يعني في بعض الاصابات حتى في اوروبا يعني حاصله ومن لاعبين بارزين وتحت انظار انديه عالميه يعني انت اذا اخذت رونالدو اللاعب البرازيلي المعروف اصيب بالرباط الصليبي ديلبيرو اللاعب الايطالي ايتو اللاعب الكاميروني كلهم اصيبوا في الرباط. انا لفت نظري قبل ايام قريت تقرير في الاتحاد الدولي للطب الرياضي يقول من هو سوى استفتاء على اللاعبين اللي يصابون بالرباط أبرز سلوكية وضحت من خلال استفتاء اللاعبين في أوروبا أنه جلوس اللاعب بعد التمرين أو إدمانه بالكلمة هذه إدمانه على الشبكة العنكبوتية بعد التمرين لمدة 4 ساعات يوميا هذا الإدمان يسبب ارتخاء في الركبة مما يؤثر على عضلاته خاصة بعد التمرين مباشرة ولذلك هم لا ينصحون بالشيء هذا. عندنا اللاعبين اتوقع انه بدل الشبكه يقعد بلوت طيب. يلعب بلوت او بلاي ستيشن فبالتالي يؤثر على الرباط. طيب ابغى اروح للفاصل بعد الفاصل اسالك قديش هذه العمليات صارت سهله وقديش امكانيه ان اللاعبين يرجعون ويمارسون ادائهم الرياضي مثل قبل الاصابه وهل في يعني احد ممكن يرجع مثل ما كان قبل الاصابه ولا هذا الشيء مستحيل؟ فاصل قصير بعد المعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة الحديثة زي تواصل مع ضيوفنا الأعزاء مع أبو يوسف بنحللك اليوم لا ما يخالف أبد يعني حاضرين أبغى أسأل سؤال الحين عمليات الرباط الصليبي اليوم هي نفسها قبل 10 سنين تغيرت بشكل كبير أبو جود أولا زمان كان أنا أتذكرها كانت العملية فتح كامل كذا تلاقي الواحد من فوق الصابونة إلى تحت يفتحون الركبة ويغير المفصل ويغير الرباط وبعدين يحطك على جبس فكانت يعني فيلم إيه؟
الآن تطور العلم وصارت يعني فتحتين صغيرة، وخلال ست شهور تقدر أنك ترجع مرة ثانية وتلعب. ست شهور تبدأ بعدين تمارس ال. ست شهور من العملية. يعني اليوم سويت العملية بعد ست شهور تنزل الملعب. تنزل الملعب. طيب. إذا طبعًا كانت جودة. قال التأهيل. دائما يتكرر ان العمليه سهله والتاهيل سهل. حنجي الموضوع التالي، بس اقصد جوده الجراحه صارت افضل؟ صارت افضل بكثير. ليش؟ لانه الان صار فيه دراسه اكثر لميكانيكيه الركبه، وصار الان الجراح يعرف يعني يرجع الرباط. هو المشكله السابقه كان الرباط لما يزرع ممكن يجي يحط لك الرباط مكان غير مكانه، يعني مثلا الرباط زي ما قلنا احنا فايدته انه ما يخلي الساق تتحرك الامام، ويساعد في عمليه انه برضه يمنع الدوران. زين، فبعض الأحيان يحط لك الرباط بشكل عمودي، فيصير يمنع الحركة الأمام، لكن الدوران ما يمنع، وبالتالي يصير عنده الواحد يعني احتمالية الإصابة مرة ثانية. الآن علم تطور، صار ممكن أن الجراح يحسب الزاوية ويدخل في الزاوية الأمثل اللي تتيح يعني ثبات الركبة. اللي ما يسوي العملية ممكن رجلة تروح يمين يسار أو قدام ورا؟ طبعاً. وهذا احد الاعراض اللي تجي اللي عنده رباط مقطوع، نقول رجلك تخونك، يصير هو يمشي تروغ منه الركبه. وهذا اللي يخلي يعني قشره العظم عاده تنقشه ويسبب احتكاك، يعني بعدين يدخل عاد في مساله تغيير مفصل ركبه. يعني 70% من اللاعبين اللي كان اللي عندهم رباط وما سووا العمليه صار عندهم احتكاك. وفي دراسه قالت انه 14% من هذول احتاج الى مفصل صناعي. فيعني الموضوع قد يكون بسيط، بس انت تصحى. اي بس انت طيب دكتور، بس الرباط هل هو يؤخذ من الجسم ولا صناعي؟ لا طبعا فيه جراحين ممكن، يعني في ناس مثلا اللي سوى العمليه اكثر من مره ممكن ياخذ رباط صناعي، لكن عاده ينوخذ من وتر الركبه او من الوتر العضله الخلفيه. ف يعني وهذا افضل، يعني في ناس تفضل شو اسمه الوتر الخلفي للفخ، عضلات الفخذ، لانه اكثر مرونه. أو الوتر الركبه هو اقوى لكنه يسبب الام، فاللاعب يعني خلينا نقول لك اللي يسوي احمال عاليه دائما يفضلون اللي هو وتر العضله الخلفيه. الحين الجراحه صارت احسن. نعم. طيب التاهيل ايش اهميته؟ التأهيل طبعا يشكل جزء كبير، لأنه أنت اليوم تحط الرباط. الرباط بطبعه في البداية يكون قوي، وبعدين يبدأ يضعف يصير لين، وبعدين يرجع يقوى مرة ثانية. فهو زي الكيرف، يعني يكون قوي بعدين ينزل بعدين يرجع. هذا الطبيعي. هذا الطبيعي على لأنه يجيه التروية والتغذية على بال ما يعني يمسك بشكل طيب. فأنت خلال هذه الفترة لو سويت تأهيل بشكل خاطئ، يعني مثلا الفترة اللي يبدأ فيها الرباط يكون ضعيف، لازم تمارين معينة. تمارين معينة بطريقة معينة وأحمال معينة. وأحمال معينة لو شديت عليه هنا ممكن الرباط ينقطع، أو ممكن تسبب رخاوة في الرباط، فصار الرباط إذا ارتخى الرباط ما منه فائدة. ويوسف بالنسبة للرباط الآن ممكن يتكرر طبعا في القدم الواحدة أكثر من مرة؟ نعم. هذا أولا. نعم. والشيء الثاني فيما يخص، أنا أقرأ أنه الحذاء له دور الله يكرمكم. صحيح. فيما يخص كيف يعني وش الوضعية في الاختيار الحذاء هذا؟ حنا بنجي على هذه في نسبة في عملية الوقاية. كثير من الدراسات قبل لا نجي للوقاية على يعني خلينا في العلاج أول، التأهيل، خلينا نوصل لخلاصة بوجود من ناحية الإصابة. هل في شيء محدد؟ انا يعني من يوم ما تكلمنا عن الموضوع يمكن اسبوعين وانا اراجع في المقالات كلها تقول انه اصابه الرباط الصليبي متعدده الاسباب ولا يوجد سبب واضح حاليا. فقد يكون يعني مستقبلا الابحاث العلميه، عشان كذا احنا دائما نطالب في البحث العلمي المحكم الجيد اللي يقدر يفسر لك بعض الاشياء. بالنسبه للعلاج، برامج العلاجية واضحة، وصار في بروتوكولات علاجية الآن معروفة بطريقة معينة. طبعا لما نقول احنا بروتوكولات عشان بس المشاهد يفهم. نعم. لما نقول بروتوكول العلاج اللي هو دستور او قانون او نظام متفق عليه في كل العالم. اي يعني الاسبوع الاول شو تسوي، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، وفي كل مرحلة عشان تتجاوزها تحتاج انك تعدي اختبارات معينة وتروح للمرحلة اللي بعدها. ويمكن يعني اذا يحبون الاخوان يدخلون على تويتر تكلمنا عليها قبل. يعني لما تيجي تتكلم على الحذاء والوقاية، زين لو نشوف الفيديو رقم 4 إذا ممكن أستاذ فيصل.
في كثير من الدراسات كانت تتكلم على انه في انواع تمارين معينه وكذا. يعني اللي اتفقوا عليه كثير من الدراسات هو انه اللاعب يحتاج انه يحط هل يسمونها الدعامه في القدم. ليش؟ لانه القدم لما تصير مفلطحه يصير الرجل اللاعب تدخل على الداخل. يعني انت زي ما قلنا مع القفز تنزل رجلك، اذا انت رجلك مفلطحه فانت تروغ رجلك الى الداخل. لما تحط لها دعامه من الجهه الداخليه راح تمنع رجلك انها طيب والاحذيه الجديده ما فيها دعامه؟ عاده هذا شيء كاستم ميد، يعني انت تسويه تاخذ طبعه إضافة. الرجل اللاعب ومقاس معين، لان يعني تعرف احيانا يعني انا لما سويت الاختبار انا عندي رجل اطول من رجل اكبر القدم. يعني مقاس اكبر من مقاس، يعني واحده 10 مثلا واحده 9.5. وكثير من الناس عندهم نفس هذه المشكله، فانت تحتاج انك ممكن تشتري شيء جاهز من السوق، لكن يفضل انه يروح عند مركز متخصص عند اطراف صناعيه وياخذ طبعه القدم ويخليها موجوده عنده في الجزمه حتى لو ما كان عنده تفلطح واضح في القدم. هذا الوقايه الاولى. الوقايه الثانيه نشوف الفيديو اللي بعده، هي التمارين اللي هي تمارين التوافق العضلي العصبي. تذكر تكلمنا عنها مره كثير وموجوده هي في برنامج الفيفا 11 بلس. هذه البرامج او هذه التمارين تقوي التوافق العضلي العصبي عند اللاعب، بحيث انه ايش؟ الارضيه الغير مستويه المفصل داخل المفصل في زي الحساس. تشوف الأندية تركز عليها والله. يعني حساسات السيارة وأنت راجع يقول لك إنه أنت قريب من شغلة معينة. داخل المفصل في مستقبلات حسية، هذه المستقبلات لو أنت سكرت عيونك هي اللي تعلمك أنت مفصلك مفتوح ولا مسكر، أو يعني مقفل المفصل ولا يعني ثاني الرجل أو فارد الرجل. هذه التمارين تزيد من هذه الحساسية، فيصير اللاعب يعرف إذا الركبة مثنية أو بدت تميل للداخل ويبدأ انه ياخذ الاجراء الوقائي ويمنع نفسه من هذه النقطه. نجي على موضوع اللي هو دائما يتكلمون عنه الناس اللي هو السهر والتغذيه والصحه النفسيه للاعب، وهذا ما فيه يعني والجلسه ما هو طبعا شوف طريق احنا تكلمت انت عن الجلسه التربيع لانه يقول لك انت تكلمت عن البحث حق الانترنت. احنا نشرنا في صحيفه مكه مقال انطلق من هذا البحث. طبعا الثني العالي للمفصل خصوصا بعد المجهود رياضي معين قد يزيد من مرونة الأربطة، وعشان كذا احنا نشوف في مجتمعنا احتكاك الركب اكثر من المجتمع الغربي. الغرب تلقى عندهم احتكاك مفصل الحوض اكثر، هذا يدلك على انه احنا يعني نستخدم المفصل بشكل اكبر، فقد يكون هنا هذا اتجاه. اتجاه ثاني زي ما قلت لك نمط الحياة يؤثر بشكل كثير على يعني على الإصابات إجمالا، وأنا متأكد أن الرباط الصليبي له دور من هذا الموضوع. يعني واحد لاعب جايك وهو عنده نوع من أنواع القلق، أو تلقاه خايف من إصابة معينة، أو تحت رهبة الجمهور، يجي في احتكاك مباشر أو في يعني تداخل هو وزميله تلقاه يفقد التوازن، يبغى يشوت الكوره ممكن يشوت الهواء. هذا دائما اعطي هذا المثال، وهنا يزيد عرضه للانسجه اللي في جسمه للاصابه. توتر، ضغط، الحماس الزايد. الحماس الزايد، وشفنا يعني بعض الاصابات هذا الموسم كان واضح ان اللاعب كان عليه ضغط عالي بدون يعني ذكر اسامي، عليه ضغط عالي انه مستواك 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 مو كويس. اول يعني اول تواجه بينه وبين اللاعب الاخر احتكاك جسدي بدون احتكاك، راغت رجله. طبعا قد يكون قضاء وقدر، لكن انا اتوقع انه هنا هذا هذه الاشياء لازم يا عثمان اللي قاعد تقولها لازم الانديه بصراحه تاخذها بعين الاعتبار. اليوم النواحي النفسيه واللواحي خلينا نقول المعنويه، يعني لازم احنا نتجاوز مرحله انهم مجانين ولا مهابيل. تعرف جاب واحد اخصائي نفسي قال النادي يا تركي احنا مش مهبل صراحه، يعني خلاص اليوم هذا علم لازم الناس تتعامل معاه. يا تركي حنا طلعنا في هذا البرنامج بجهود متواضعة أخصائيين تغذية رياضية وأخصائيين علم نفس رياضي، وهذول موجودين بكثرة وشهادات برا وخريجين شهادات عالمية وخارجية. اليوم يا أخي ما قلت إذا كان على مستوى الأخصائي المفروض يكون عندك أخصائي علاج طبيعي يعني كحد أدنى في النادي،
يجيب لك يستخسر انه يدفع فيه راتب ويقوم يجيب لك واحد ماخذ الموضوع بالخبره. فانت تتكلم على اليوم هذا علم. ازيدك من شعر بيت، الان الانديه الكبيره فيه عندها قسم رفع كفاءه اللاعب، يمكن ابو عبد الله يعني يعرف هذا الموضوع. يجي يمسك اللاعب يقول انا كيف اليوم اقدر ازيد من كفاءه اللاعب، يعدل من حركته، يزيد من قوات من قوه عضلات معينه. يقول انا اقدر. لو تشوف بيل تكلمنا عنه يوم كان في الدوري الانجليزي كيف كان جسمه، ولما راح في ريال مدريد كيف صار جسمه، شيء يعني مخيف. اللاعب تغير 100%. ابو يوسف اذا سمحت لي اخر سؤال عشان بروح الفاصل. اللاعب اللي عمره 17 واللي عمره 23 واللي عمره فوق ال 30، هل تختلف اصابات الرباط من ناحيه قابليه اللاعب للاصابه اسرع، علاجها اسرع، او نفس الوضع؟ طبعا كل ما كبر. اسمح لي ناخذ جواب بعد الفاصل. ابشر. ممكن ابشر بعد اذنكم. نفس السؤال بس زود عليه بسرعه عشان نروح يفكر في الجواب. اختلاف التمارين بالمراحل. اختلاف التمارين واختلاف العمر. فاصل قصير بعد الفاصل نعود للجزء الاخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير حديث هذا التواصل مع ضيوفنا الأعزاء. أبو يوسف كان عندك سؤال مشترك من هو هل يختلف احتمال الإصابة والتأهيل باختلاف عمر اللاعب؟ طبعا الاختلاف العمر يخلي عندنا خلينا نقول لك العودة للملعب قد تكون فترتها أطول، لأنه عملية الاستشفاء تكون أطول. يعني لمن؟ للاعب كل ما كبر في العمر كل ما صارت عملية الاستشفاء عنده أطول، وهذا نتيجة التغيرات الفسيولوجية الموجودة. ومعروف أنه اللاعب الأصغر سناً عملية الاستشفاء عنده تكون أعلى، وهذا يعني يجاوب على سؤال كابتن نايف اللي هو حتى التمارين لابد أنها أحمالها توزع على البراعم غير اللي أخذه الكبير يعني الناشئين، غير اللي أخذه الفريق الأول. وهنا جزء من الإصابات والوقاية من الإصابات هو أن يكون عندك فريق اللي هم الجهاز اللياقي يكون على كفاءة عالية، لأنه يعرف متى يزيد الحمل ومتى يقلل الحمل، متى يعطي تمرين استرجاع. لأنه إذا أنت استنزفت لياقة اللاعب هنا برضو تبدأ كفاءة تقل، يكون عرضة الإصابة أكثر. يعني إحنا طلعنا برضو في مرة من المرات عن التغذية، يعني إذا أنت ما تشرب سوائل بشكل طيب يكون عند جسمك تقل كفاءته العضليه بشكل كبير. يعني ممكن واحد جزء عضلاته كويسه لكن ما يقدر يكمل المباراه لانه ما عنده المخزون خلينا نقول لك الغذائي الكافي اللي يخليه يكمل. ابو يوسف شكرا جزيلا لكل المعلومات، شكرا. احنا نقدر نعتبر هذه محاضره طبيه قدمتها لنا اليوم عن الرباط الصليبي. كنا محقين فاحنا ننتظر كل هالوقت عشان نجمع منك المعلومات. ان شاء الله في اللي قلته يكون في فائده للانديه واللاعبين وللمشاهدين. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا يعني الضيوف. وصراحه حسينا انه في يعني نقاش علمي تفاعل عالي. عندك ممارس وعندك صحفي يعني. شكرا لك ابو يوسف. شكرا جزيلا لك محمد. شكرا جزيلا لك. موعدنا غدا 11:30 في امان الله.